الخطيب قبل كاس العالم بشهر قال لك يا حسين، قلت له يا كابتن انا ما عنديش مشكله اشوف الاداره وكده، إيه حصلت ايه بقى يعني؟ بس نسرع الريتم شويه. لا ما انا هسرع. بس والله يعني انا الكلام دوت انا يمكن اول مره اقوله، لاني برضو يعني هو انتوا سامعين يا جماعه؟ انا عايز الجمهور بس يبعت لي يقول لي انتوا سامعين حسين، بس انا مش سامعه، ولا مش كده صوتي؟ عجزت يا اما هو صوته ده واطي، صوتي. حاجه من الاثنين. خلاص علي صوت شويه. بالظبط. لا والله بص، يعني الكلام دوت انا اول مره اقوله، يعني ممكن في ناس تزعل منه وفي ناس ممكن تفتكره حاجه. انا كابتن الخطيب طبعا لما كلمني طبعا كانت بالنسبه لي حاجه كبيره، فكنت طبعا بلعب في نادي العين، فما كانش ينفع طبعا ان انا ازعل نادي العين طبعا. فاي اي حد لعيب طبعا بيبقى كده. فلما كلمني كابتن الخطيب فقلت له كابتن انا ما عنديش اي مانع اكلم الناس، وانا ما عنديش اي مانع. راح لي خلاص ماشي. بعدها باسبوع اتصل بيا تاني وكلم ناس في نادي العين، في إدارة العين. إدارة نادي العين، نعم. ويكلمهم. يعني انا عايز اقول، مش عايز اقوله، عايز اقول الكلام ده بس انا هقوله بقى، بس ان لا شاء الله لازم بقى الناس تقول. انا هقوله عشان خاطر برضو الحاجات دي برضو يعني كانت مزعلاني في حاجات، وفي نفس الوقت انا مبسوط لان انا جاي الاهلي. ف اللي حصل ان كابتن الخطيب قعد مع حد في نادي العين واتفق معاه، والراجل قال له ان شاء الله بعد كاس العالم للانديه حسين معاكم. كابتن الخطيب كلمني وقال لي يا حسين انا حصل كذا كذا كذا. قلت وخلصت. له خلاص يا كابتن، قلت له اول ان شاء الله اول ما يكلمني هقول لحضرتك اللي حصل، وده اللي انا كنت منتظره، ان المسؤول بتاع يكلمني في العين الاماراتي يكلمك يكلمني. يقول لك حصل كذا كذا مع الكابتن خطيب وكذا. دي تمام. كانت اكتر حاجه مزعلاني ولحد دلوقتي مزعلاني طبعا، ومن ضمن الاسباب اللي انا صممت امشي. حتى الفلوس كانت عماله تزيد، وانا عارف ليه طبعا مبلغ كبير، بس انا كنت مصمم ان انا امشي بسبب الموقف ده. يعني انا بحكيه طبعا قدام التلفزيون، لان عشان برضو جمهور العين ما يفتكرش مثلا ان انا اخدت فلوس اكتر، او مثلا انا في حاجه. طبعا حب النادي بس خلي الاهلي بالك، وكابتن فلوسك الخطيب. الشخصيه دي حاجه بتاعتك ايوه. يعني، لا انا بتكلم على باخد على فكره اقل بكتير بكتير جدا من اللي كنت باخده بالعين، بكتير في جدا النادي الاهلي. النادي الاهلي واي بس لعيب. عشان انت تدفع فيك مبلغ كبير. لا وغير حتى لو دفع كده كده ما ينفعش اخد المبلغ اللي انا كنت باخده في نادي العين. ما ينفعش. انا شايف اللي هو كبير طبعا، لو انا خدته هنا يعني هتبقى مشاكل كبيره. اوكي، كويس جدا ان انت بتقول الكلام ده، لان ايوه. خد في ناس كتيره جدا بتقول ان انت اتدفع فيك 150 مليون جنيه. لا انا ده اتدفع سيبك من فلوسك بالظبط. انت، سيبك، ماليش دعوه بالظبط بفلوسك. اللي انا اتنزلت عنهم، انا مش، انا بالنسبه لي انا مش هتكلم فيهم دي انا خلاص، دي بكلمك حاجه حبا على في نادي الاهلي. بالظبط. الحاجه التانيه انا اتدفع فيها بالظبط بالظبط 5 مليون دولار. احسبوهم انتوا بقى كام بقى، 150 280، ده مش الرقم اللي هيطلع 150 ايه؟ هم 79 مليون بالظبط كده، 79 مليون وكسر. اصل هي يعني اسمك وصلت كام انت ل 150 ووصلت كابتن؟ ل 200. والله بتوصل كل شويه حاجه، والناس متوقعه فاكره ان انا خدت الفلوس دي اصلا. لا هو ما انا اصلا حضرتك. انا لو خدت الفلوس دي هلعب كوره ليه؟ ايه اللي هيلعبني كوره اصلا؟ انا هقعد على الفلوس وافضل اصرف فيها وانا قاعد بس، مش وخلاص. هتخلص مش هتخلص. مش هتخلص، صحيح. فالناس فاكره ان انا خدت الرقم ده، يعني اي لعيب كوره وبالذات مصري او عربي لو خد الرقم دوت مش هيلعب كوره، مش هيلعب عشان ما كورة. حد متوقع كده. كل الناس ما حدش هياخد الرقم دوت ويلعب كوره. هيلعب كوره ليه؟ ايه اللي مثلا يبقى عايزه ومحتاجه؟ ترفيه مثلا؟ مش هتبقى في دماغك حاجه. لكن انا حسين، انا خدت مبلغ، انا بلعب في نادي الاهلي اهوت، باخد مبلغ اقل من اللي انا باخده في نادي العين برقم كبير، اقل بكتير من اللي انت ومحدش كنت بتاخده. هيتوقعه ومش هقوله. لا مش هينفع. ايوه ما انا بقول ومش هقول. لا انا بقول لك ومش هقوله كده كده، بس انا حبا في نادي وخلي الاهلي. بالك. ما هو لسه كنت هقول. ايوه انا برافو بقول لك عليك. حبا في نادي الاهلي، وطبعا الارقام اللي اتنزلت عنها اللي كانت ليا مستحقاتي اتنزلت عنها حبا في نادي الاهلي، ومكالمه كابتن الخطيب. فدي طبعا انا لحد دلوقتي انا زي ما قلت لك دي المكالمه دي هتفضل بالنسبه لي حدث تاريخي. ف يعني انت كان ليك مبلغ مالي كبير. تنازلت عنه. فوق طبعا المبلغ اللي دفعه. فطبعا لما كابتن الخطيب كلمني قلت له يا كابتن خلاص، يعني يعتبر الموضوع خلصان، انا ان شاء الله موجود في النادي الاهلي. تمام. بس انا بقى اللي زعلني ان اللي حصل ان حد من نادي العين ما كلمنيش، يعني انا لحد ما ما انا قالكش مشيت حاجة اصلا خالص. ما كلمنيش. فده اكتر حاجه صممت ان انا امشي، لان انا كده كنت جاي الاهلي، بس انا دي صممت اكتر، مع ان المدرب والإدارة. واللعيبه واداره في ناس كانت عايزاني امشي، بس ما حدش عارف حاجه، وانا قلت لهم مش هتكلم. انا قلت، انا ساعتها حتى قلت لهم يا جماعه انا مش هتكلم، انا خلاص انا بالنسبه لي انا مش هينفع اكمل. ليه انت ماشي كويس كل حاجه يا جماعه؟ مش هينفع خلاص، انا عايز ارجع الأهلي. بلدي الاهلي. قول لي يا ابني طب قول السبب. قلت لهم ما فيش سبب. بس هو ده كان السبب الرئيسي، ده كان نوعا من بقى حبك. طبعا حب في الاهلي. لا ده من ضمن الاسباب اللي انا ما قلتهاش لاشخاص كتير في نادي العين، علشان خاطر الموقف ده، ما يعني ما ينفعش طبعا، ما ينفعش انت لعيب مثلا
الحمد لله كان ماشي كويس وبيحب الجمهور والجمهور بيحبه والاداره بتحبه وهو بيحب الاداره واللعيبه الحمد لله علاقه طيبه ولحد دلوقتي العلاقه لحد دلوقتي موجوده بيني وبين انا بشوف اللعيبه على طول بين التمرين واللعيبه والمدرب والجمهور والاداره الحمد لله كل الناس اللي هناك الحمد لله على تواصل ما بينهم لحد دلوقتي ولحد من شويه فالحمد لله الواحد دي اهم حاجه الحب الناس بجد دي حاجه نعمه من طبعا. ربنا فانا برضه انا قلت اقول لهم يعني دي من ضمن الاسباب اللي انا صممت ان انا امشي بسببها ان انا ما ينفعش انت تتفق مثلا ورايا على حاجه وما تجيش تقول لي ما تجيش تقول لي انا عارف هو الكابتن هنا اكلمك وقال لك ان المفروض ان قال لي المسؤول فانا قلت هيكلمك هو قال لي المسؤول قال لي هيكلمك قلت له يا كابتن وانا قلت له خلاص يا كابتن اول ما يكلمني هقول هكلم لحضرتك حضرتك عدى 10 ايام مكلمكش عدى 10 ايام كابتن خطيب لقيته بيكلمني بيقول لي يا حسين هو كلمك قلت له يا كابتن بصراحه لا محدش كلمني قلت له انا مش هينفع ان انا افتح الموضوع عشان خاطر ما يبقاش فيها احراج وتبقى فيها مشاكل قال لي صح انت كده صح ما تتكلمش انت في حاجه الا لما هم يكلموك الحمد لله ربنا كرمني كنت ماشي كويس كاس العالم للانديه الحمد لله ربنا كرمني وصلت فاينل كاس العالم للانديه قدام ريال مدريد طبعا حاجه كبيره مين اللي رقص انت اللي رقصت راموس الحمد لله الترقيصه دي لو ينفع يا جماعه اكتبوها لنا لانه